السلام عليكم أحبابي. اليوم بدي أعلمكم على طريقة عجينة البيتزا. كتير ناس ما بيعرفوا شو هي الطريقة الصحيحة وشو هي المكونات العجينة وكيفية العجن وكيفية التقطيع. طبعا كل شيء له شيء. اليوم أنا بدي أعلمكم على الطريقة الصحيحة، على المكونات اللي بتنحط بقلب البيتزا، بقلب عجينة البيتزا، على طريقتها، على كيف منقطعها، كيف منحطها. تابعوني. بس قبل طبعا ما نبلش بهيدا الموضوع، إذا أول مرة بتدخلي على القناة ما تنسي تعمل اشتراك بتفعيل الجرس الأحمر اللي موجود شمال الفيديو من تحت مع لايك وشير ليستفيد كتير ناس. مثل ما شايفين انا عندي هون مضرب كهربائي، بس انا اليوم ما بدي استخدمه وما بدي اشتغل فيه، بدي اشتغل كل شيء على ايدي. طبعا انا هون عم اقدم لكم ابسط الحلول، يعني اللي ما في عنده مضرب كهربائي لحتى يشتغل فيه او يعجن فيه العجين بيقدر طبعا يشتغل يدويا، واليوم نحنا رح نشتغل يدويا مع بعض. هيدا بدنا نشيله، بدنا نشتغل بايدنا. هنشيله نحطه على جنب، هنشتغل طبعا كل شيء بايدنا. هنجيب جات بهيدا الشكل، يكون شوي كبير. راح نحط اول كبايه طحين، ثاني كبايه طحين، ثالث كبايه طحين، ثلاث كبايه طحين. هلا راح نعمل دائره هيك بالنص، راح نضيف بيضه كامله مثل ما شفتوا. ملح، سكر، خميرة، خميرة فورية، شوية زيت، وهلا رح نضيف الحليب. ليكو انا كيف عامل الحليب، عامليته بمي. هلا انتو فيكن تضيفوا الحليب بالبودر او بتقدروا تعملوهم مع مي مثل ما انا عاملي، ومنضيف شوي شوي ومنخلط. طبعا فيكن تعملوهن على المضرب الكهربائي. ومنخلطهم كلهم ببعض. طبعا احنا هون عم نعمل عجينة البيتزا، عجينة كتير كتير طيبة، وقلال اللي بيعرفوا الطريقة الصحيحة بعملان عجينة البيتزا مثل ما شايفين. مثل ما شايفين هلا انا بلشت عجن بايدي، يعني عم نعمل هون ابسط الحلول. مثل ما ذكرت انا بقدر اعملهم على المضرب الكهربائي، بس ما بدي اعملهم على المضرب الكهربائي، بدي اعملهم، يعني انا هون عم اقدم لكم ابسط الحلول اللي بتقدروا طبعا تعملوا عجينة البيتزا بالبيت. هلا انا رح اعجنها مثل ما شايفين كتير منيح، ورح اقطعها ورح فرجيكم طبعا كيف حتصير. بس الاساس بهيدا الفيديو، الشيء المهم انه شو هي المكونات اللي بنحطها لعجينة البيتزا. في منهم بحطوا باكنج باودر، بس انا ما رح احط باكنج باودر لانه اصلا انا حطيت خميرة وحطيت ملح، والباكنج باودر طبعا بيعطي شوية ملوحة، وبحال نحن حطينا الخميرة ما بحاجة نحط الباكنج باودر. مثل ما شفتوا انا هلا خلصت عجن العجينة، هلا بدي فرجيكم طريقة تقطيعها. كتير كمان ما بيعرفوا التقطيع. هلا رح جيب طحين، ارجع واضيف شوية طحين عليها من فوق. مثل ما شايفين انا هون حضرت صينية، حيلا صينية عنا بالبيت، وحطيت عليها سنيتا. رح ضيف على السنيتا طحين مثل ما شايفين بهيدي الطريقة. ورح بلش طبعا قطع العجينة. رح نحط
على داينا طحين بهيدي الطريقة، نفركن مثل ما شايفين ونبلش تقطيع. بنشيل العجينة هيك مثل ما شايفين وبنقطع من تحت، هيك بيصير عنا. هلأ حنرجع كمان نشيل، كمان بنحط عضينا. طبعا احنا بنشوف قديش حجم العجينة بدنا اياها. بذكر انه رح يتضاعف حجمها، لانه طبعا حطينا خميرة بقلبها. حنبرمها بهيدي الطريقة وحنحطها عالسانيتا. كمان حأعمل بعد وحدة قدامكم، كمان شوية طحين نفتلن هيك وبنقطعها بإيدنا اليمين بهاي الطريقة هيك نفتلها. طبعا هون أنا مثل ما لاحظتوا عم بعمل أحجام، عملت حجم صغير، حجم وسط، وحجم كبير. هنحطها هون. شفتوا هلا حطيناه هون. طبعا احنا بعدناهن عن بعض كرمال بدهم يخمروا، بس يخمروا بده يتضاعف حجمهم. هلا شو رح احط؟ رح احط فوطه بيضه. فوطه بيضه انا حاطه عليها مي، يعني مش كتير مي، شوي بس هيك يعني مرطبيتها بالمي. رح غطيهن مثل ما شفتوا لمدة نص ساعة. كل ساعة بنشوفهم اذا خمروا، بما انه في حرارة وفي شوب كتير فاكيد رح تخمر بسرعة. طبعا انا رح اكتب لكم مكونات عجينة البيتزا على جنب. بتمنى اكون انا قدمت لكم شي حلو اليوم وعلمتكم على طريقة التقطيع الصحيحة وعلى طريقة مكونات البيتزا اللي بتنحط بقلب العجينة. انا بدي ودعكم مع تحياتي. ما تنسوا لايك واشتراك للفيديو لحتى يستفيد، وطبعا شير ليستفيد منه كتير من الناس. مع تحياتي، الى اللقاء، باي.